مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة On Time Sports 2. يوم جديد وحلقة جديدة من ملاعب الأبطال. قلنا قبل كده أننا دايما هنكون متابع مع حضراتكم كل كبيرة وصغيرة عن الألعاب الجماعية والفردية واللي بنسميها الألعاب أخرى، لأن بالفعل الملاعب كتير والأبطال أكتر. وزي ما بنظهر الإنجازات واللعيبة وكمان الألعاب اللي دايما بتحقق إنجازات، لازم برضو نشوف الألعاب اللي دايما في دوامة الإخفاقات. النهاردة هنتكلم عن لعبة الكرة الطايرة اللي أكيد كلنا عارفين ان هي من اشهر اللعبات الجماعيه في مصر، ودايما كنا بنشوف في بعض المباريات المحليه في الدوري ما بين الاهلي والزمالك الجماهير بتكون ماليه الصاله بتشجيع طول الوقت. الحقيقه الطايره بقت لغز شويه كبير سواء على الصعيد الاداري او على الصعيد الفني، كل فين وفين لما بقينا بنسمع عن ان المنتخب صعد حقق مركز او وصل للاولمبيكس، ولازم نبقى متفقين ان احنا عندنا دوري قوي جدا وفي لعيبه حريفه كتير بلغه الرياضه زي احمد صلاح ورضا هيكل وعبد الله عبد السلام. وبرده خلينا نقول ان احنا متفوقين عربيا سواء كانديه او كمنتخب، لكن احنا فين من البطولات العالميه؟ احنا فين من الاستقرار الاداري في الاتحاد اللي دلوقتي متعين له لجنه مؤقته؟ نفسنا ان الطايره والسله وغيرها كتير من الالعاب الجماعيه تكون بنفس الثبات والتفوق اللي بنشوفه الحمد لله على مدار اجيال كتيره جدا في كرة اليد. حقيقي محتاجين ده يحصل في رياضات تانية كمان تكون بتفرحنا بالظبط كده زي الهاندبول. محتاجين نسمع ان الطايرة والسلة عملوا حاجة في الفترة اللي جاية في البطولات الخارجية. اسئلة كتيرة جدا ملهاش اجابات عندنا احنا، بس لازم يكون ليها اجابات عند المسؤول الاول عنها في الفترة الحالية، وهو دكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة، واللي هيكون منورنا النهاردة ان شاء الله وهيكون ضيفنا وضيفكم بعد شوية علشان نتكلم معاه ونشوف ايه السبب ونشوف ايه الحلول في الفترة الحالية اللي ممكن تغير المسار ان شاء الله للاحسن، وهل الفتره القصيره اللي هيكون متواجد فيها في رئاسه الاتحاد هتكون كافيه بالنسبه له علشان يغير الاوضاع، وايه الخطه اللي مجهزها ومحتاجها مع اللجنه المعنيه عشان ان شاء الله نشوف تطور في النتائج بالنسبه للفولي بول المصري. كل التوفيق اكيد لدكتور سامح، واكيد حديث مطول النهارده مع ضيفنا عشان نطمن بشكل اكبر عن الخطه والرؤيه الخاصه بيه في وقت صعب جدا وحساس جدا بعد اخفاقات متتاليه لمنتخبنا الاول للكره الطايره، نشوف ايه الحلول اللي ممكن تكون نتائجها تظهر بشكل سريع على ارض الواقع. دلوقتي برضو خلونا نتعرف مع حضراتكم عن اخبار ثانيه هتكون معانا في ملعب الابطال. ذهبية وبرونزية للسباحة المصرية في بطولة تاير برو بأمريكا. الأهلي ينهي استعداداته لمباراة سبورتينج في كأس مصر. الدرع بيطلب 3.5 مليون للتجديد للزمالك. الجزيرة يفوز على الأهلي والزمالك يستعد للاتحاد في قبل نهائي سوبر السلة. لبنان بتغلق النشاط الرياضي أو بتعلقه لنهاية مارس. تأجيل بطولة مصر الدولية للتايكواندو بسبب الكورونا. المصارعة يحدد ميعاد بديل للبطولة الإفريقية ومعسكر الفراعنة مستمر. وأخيرا منافسة شرسة في بطولة الجمهورية الأولى للتجديف داخل الصالات. أكيد كل العناوين دي هتكون بناخد تفاصيلها في حلقتنا، ولكن سؤال حلقتنا النهاردة هو مين يكون بيتحمل مسؤولية تراجع نتائج الكرة الطايرة المصرية من وجهة نظر حضراتكم؟ السؤال أكيد بيكون موجود على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى تويتر On Time Sports، دي أكيد الصفحات الرسمية بالنسبة لنا على السوشيال ميديا. نروح بقى لتفاصيل أخبارنا ونبدأ مع السباحة، وفي السباحة ومن أمريكا تحديدا أبطالنا المقيمين هناك بيحققوا الحمد لله نتائج كويسة جدا في بطولة تاير برو، واللي بيشارك فيها عدد مش قليل بل عدد كبير كمان من السباحين المتأهلين للأولمبيكس. مروان القماش حقق ذهبية في 400 متر حرة، وأحمد أكرم حقق برونزية منافسات 1500 متر حرة، وفريدة عثمان وصلت لنهائي منافسات 100 متر فراشة بزمن 58.36 ثانية.
السباحين المصريين متواجدين في أمريكا بينافسوا حاليا في البطولات الدولية علشان يضمنوا التأهل لأولمبيكس طوكيو عن طريق التصنيف A، لأن هم دلوقتي ضمن التصنيف B وقدامهم أجزاء من الثانية علشان يعدلوا الأرقام الخاصة بيهم علشان التأهل إن شاء الله يكون حليفهم لأولمبيكس طوكيو 2020. طبعا ده فيما يخص أسماء مهمة جدا بالنسبة لنا وبنتابعهم على مدار الفترات اللي فاتت بينوروا وبيتألقوا في سماء لعبة السباحة. كمان لو هنتكلم عن واحدة من أهم نجوم منتخب مصر للسباحة واللي كانوا بيمثلونا في دورة الألعاب الإفريقية، هانيا مورو، واحدة من الأسماء الصغيرة في السن صاحبة ال 23 عام واللي حققت 7 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية اللي كانت بتقام في المغرب من أشهر قليلة في عام 2019، وكمان حققت 4 ذهب و3 فضة، فإنجازات كتيرة جدا قادر يعملها السباحة، وحابين دايما نكون بنشوف أسماء جديدة بتظهر في ساحة السباحة المصرية. نقرب أكتر من إنجازات السباحة واستعداداتهم كمان للأولمبيكس. معانا على التليفون المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، سعيدة جدا بوجود حضرتك. الحقيقة احنا سعداء ان في برنامج خص الألعاب غير كرة القدم، فدي حاجة كويسة تكون بيها اون تايم ان شاء الله. موفقين ان شاء الله، يسعدني ان انا اكون معاكم عن السباحه. اكيد اقل حقوقكم دايما يكون في منبر ومنصه تتكلم عن انجازات بعيده عن كره القدم. وابدا كده مع حضرتك عن اسماء كتيره في الفتره الاخيره بقينا بنشوفها، والحقيقه مش عدد قليل من الابطال دولت بنشوفهم بيلجأوا للمنحات الدراسيه في امريكا، ولكن بيبقى اكيد في الاخر الانجازات دي بتنسب لمصر. يعني رؤيه حضرتك للنقطه دي تحديدا ومدى اقتناعك بيها لما بتحصل من اللعيبه الصغيرين؟ الحقيقه احنا اللي ساعدناهم على كده، لان احنا السباحين دول كلهم اغلبهم يعني حقق انجازات عالميه وهم ناشئين، فلما دخلوا الجامعه جالهم سكولرشيب من امريكا، واحنا ساعدناهم على كده علشان برضه حضرتك عارفه ان الدراسه والزحمه بتاعت الطرق مع التدريب بيبقى فيها مشكله، بس في المسافات في مصر وفي نفس الوقت التعليم مختلف، فهم السكولرشيب بيسمح لهم ان هم يتعلموا ويتدربوا ويتعايشوا في مكان واحد، فده ساعدنا على الطفره اللي حصلت في السباحه. طيب طبعا عندنا سباحين اكثر من 20 سباح وسباحه في امريكا، في منهم 10 مميزين جدا، والولاد التانيين ان شاء الله في المرحله الجايه يبقوا مميزين. طيب احنا بننافس على كم مقعد علشان نكون موجودين في طوكيو ومين قريب؟ هو اتحاد السباحه حضرتك يعني مش لعبه واحده، مش السباحه القصيره، احنا عندنا السباحه القصيره والسباحة المياه المفتوحة، وعندنا السباحة التوقعية، وعندنا الدايفنج، وعندنا الوتر. بالظبط. احنا بنحاول ان احنا نشترك في الاولمبيك جيمز باربع العاب. عندنا في السباحة التوقعية احنا اوريدي تأهلنا للاولمبيك جيمز 9 لعبات. عندنا الدايفنج دول 9 موجودين في مصر. عندنا الدايفنج المفروض ان احنا تأهلنا ب3 لاعبين. في 4 منهم في امريكا. هنختار منهم 3 ان شاء الله. اوكي. وعندنا السباحه السباحه الطويله عندنا هانيا مورو، هي هانيا مورو متاهله، احنا عندنا تاهل في السباحه في حاجه اسمها اي كات وبي كات. اغلب السباحين اللي موجودين في امريكا كلهم متاهلين بي كات، بس احنا بنحاول ناهلهم اي كات، لان برضه حضرتك عشان تبقى عارفه الاي كات بيؤكد مشاركته في الاولمبيك جيمز، انما البي كات بيضطر ياخد دور، فوارد جدا ان هم يبقى عندهم دور او ما عندهمش دور يعني، فاحنا بنحاول نأمنهم ان هم يوصلوا للايكات. اغلبهم متاهلين بيكات، يعني ريدي هم عندهم تاهل للاولمبيك جيمز بس بيستنوا دور، احنا بنحاول نزق معاهم يبقى مضمون مش مستني. طيب علي خرفالله اوريدي اتاهل في ال 50 متر حر للايكات. عندنا فريد عثمان في البطوله اللي حضرتك بتتكلمي عليها، طاير فاضل لها 8 اجزاء من الثانيه وتتاهل ايكات. عندنا مروان الاماش برضه فاضل له اجزاء من الثانيه ويتاهل ايكات. واحنا حاطين يعني مجموعه من البطولات ينتهوا في شهر 5 ان شاء الله او شهر يونيو اول يونيو، على اساس يبقى عندهم فرصه للتاهل كلهم من الايكات ان شاء الله. طيب انا عايزه اعرف انتم متوقعين كاتحاد وايه العدد اللي هيكون راضيكم من عدد اللاعبين اللي يتاهلوا من السباحه القصيره؟ احنا بنحاول يبقوا 5 ان شاء الله، يعني هم دلوقتي في 4 قريبين جدا من التاهل للايكات، وفي واحد بيتاهل، وهانيا مورو بنحاول ناهلها مياه مفتوحه وان شاء الله يبقى عندها فرصه كبيره للتاهل. طيب تواصل حضرتك مع اللاعبين اللي موجودين في الخارج، واكيد دي برضو حاجه بتقع على مسؤوليه الاتحاد انه دايما يكون عارف اللعيبه دي بتتمرن ازاي، ايه التوقفات اللي عندهم، ايه الراحه، ايه البطولات اللي بيشاركوا فيها، حابة اعرف ده بتعملوه ازاي. المدير الفني عندنا واللجنه الفنيه بتنسق مع مدرب كل لاعب، بتحط برنامج، احنا كاتحاد بنتحمل المصاريف بتاعته،
الاتحاد المصري بيتحمل مصاريف فتره الاعداد للعيبه الموجوده في الخارج؟ بالظبط، خاصه اللي مش طلبه في الجامعه. الطلبه اللي في الجامعه برضو بنتحمل اجزاء ثانيه، انما مش سبونسر، انما احنا سبونسر لكل اللاعبين اللي خلصوا الجامعه تقريبا. بنحاول ان احنا مصاريفهم بتبقى حوالي 3000 دولار في الشهر، الدوله بتدعمنا واحنا بالتبعيه بندعم اللعيبه. كل التوفيق ان شاء الله ليكوا يا كابتن، وان شاء الله تتالقوا في الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا للمهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه، واكيد اخبار كلها جيده ان احنا نكون شايفين الكوتا بتاعتنا في المشاركه في طوكيو 2020 باذن الله تستغل باحسن شكل ممكن، ونشوف لاعبين في بقى في رياضات مختلفه تحت مظله الاتحاد المصري للسباحه في اربع رياضات مختلفه، نشوف اكبر عدد ممكن من اللاعبين بيشرفوا باذن الله الرياضه المصريه في طوكيو 2020. نستكمل بقيه اخبارنا ونروح لكره اليد، وفريق كره اليد في النادي الاهلي انهى كل استعداداته النهارده علشان ماتش الفريق المهم قدام فريق سبورتنج السكندري في دور الثمانية في كاس مصر على صالة سبورتنج في اسكندرية. والمدير الفني للنادي الأهلي لينجرن قرر ان فريقه هيكون بيسافر اسكندريه بكره يعني قبل الماتش بيومين. الحقيقه نادي الاهلي لسه مخلص مباراه برده مع فريق سبورتنج ولكن كانت على صعيد بطوله الدوري وقدر يفوز بيها ب 30 هدف مقابل 22. المنافسه على لقب درع الدوري في كره اليد المصريه مشتعل ما بين الاهلي والزمالك الجريمين التقليديين حتى في كل الرياضات الجماعيه. نادي الزمالك متصدر جدول الترتيب ب 34 نقطه، بياتي الوصيف النادي الاهلي صاحب ال 32 نقطه، واكيد كل مباريات بتكون في الدوري حساباتها مختلفة بسبب النقاط وفرق النقاط الضيق ما بين الفريقين، ولكن كمان اللعب في بطولة كاس مصر ليه حساباته الأخرى، بطولة بتكون أو مباراة بتكون من ما فيهاش حد ممكن يطلع متعادل فهي للغالب فقط. فهنشوف أكيد النادي الأهلي إزاي هيكون بيتعامل معها وهي بتكرر ما بين فرق يومين فقط ما بين المباراة اللي فاتت والمباراة اللي هيكون بياخدها النادي الأهلي خلال أيام مع فريق سبورتنج. لسه مع النادي الأهلي أو هنروح للنادي الزمالك من النادي الأهلي، فأزمة دلوقتي في فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء بعد ما رفض يحيى الدرع تجديد عقده وطلب 3.5 مليون في الموسم، وهو مبلغ كبير نسبيا طبعا بالنسبة لمتوسط العقود في الفريق الأبيض. يحيى الدرع لاعب كبير وعنصر أكيد مهم جدا في تشكيل المنتخب الوطني، وأكيد وجوده مكسب لأي فريق يكون موجود فيه حتى لو كان الفريق ده هو النادي الأهلي. وده اللي ابتدينا نعرفه شوية إن في كلام عن انتقال اللاعب للقلعة الحمراء خلال الموسم اللي جاي. مسؤولي الزمالك دلوقتي بيحاولوا ان هم يخفضوا المبلغ ده علشان يوصل ل 2.5 مليون خصوصا وان عقد اللاعب دلوقتي تقريبا 2 مليون جنيه. لو يحيى الدرع راح للنادي الاهلي دي مش هتكون اول مره يكون بيلعب يحيى الدرع في النادي الاهلي، بدايته كانت مع نادي هليوبلس، واي حد قريب من كره اليد عارف ازاي نادي هليوبلس صدر نجوم كتيره جدا على الساحه الرياضيه بالنسبه لكره اليد، وكمان ممكن نتكلم عن اسماء بارزه واحد زي محمد سند اللي كان ليه مسيره مميزه جدا ومسيره احترافيه كمان في التوقيت الحالي مميزه، كل دول من ناشئين نادي هليوبلس. فنادي هليوبلس بيطلع دايما نجوم في كره اليد المصريه. من نادي هليوبلس طلع في فترة الإعارات في البطولات للنادي الأهلي، وبعدها طلع في رحلة احترافية في أوروبا، وبعدها رجع لنادي الزمالك لسه في بطولة أمم أفريقيا السابقة اللي منتخبنا فاز فيها على تونس على أرضه وحقق بطاقة التأهل إلى طوكيو 2020. يحيى الدرع كان أفضل لاعب في البطولة، فبالتالي هو من الأسماء المميزة جدا. العيلة بقى كلها حتى يحيى الدرع عنده أخ سيف الدرع واحد كمان من ضمن عناصر منتخبنا الأول لكرة اليد، فهو أكيد لاعب مميز جدا. هنشوف نادي الزمالك ازاي هيكون بيتعامل مع ملف زي ده، خصوصا وان المنافسه دايما بقى بتكون في فتره الانتقالات ما بين الاهلي والزمالك، ومش بس في الكوره زي ما احنا كمان بنشوف في رياضات ثانيه كتير بتكون كبيره جدا. لاعب مميز ولاعب مهم، ازاي ممكن النادي الاهلي يكون بيحاول يستغل لو نادي الزمالك ما قدرش يوصل معاه لنقطه اتفاق او مبلغ مرضي بالنسبه للطرفين. نادي اكيد الزمالك حاسس ان ده مبلغ كبير. على الصعيد الاخر يحيى الدرع لازم يكون بيتكلم وبثقه كبيره جدا، لان هو عارف ان هو لو ما كانش نادي الزمالك جاهز يدفع المبلغ ده هيكون اكيد في حد تاني موجود على الساحه يقدر ان هو يكون بيديله المبلغ اللي هو بيتمنى يحصل عليه في التوقيت الحالي، وهو مميز جدا. من كرة اليد نروح في دوري كرة السلة، وحقق نادي الجزيرة الفوز على الأهلي بنتيجة 85-75 في الجولة الثانية من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، والزمالك أنهى استعداداته لمباراة بكرة أمام الاتحاد السكندري. المباراة الأولى اتلعبت في اسكندرية وفاز فيها الاتحاد السكندري بنتيجة 92-69، ومباراة بكرة أتوقع أنها هتكون مواجهة نارية ما بين الفريقين اللي بيلعبوا للفوز باللقب، مش بس ان هم يكونوا بيوصلوا لمباراة النهائية.
منافسه شرسه جدا ما بين اربع انديه كبار في عالم كره السله المصريه، وهم الاربعه في ازهى حالتهم الفنيه، وفي استقرار كبير جدا وفي توزيع على البطولات في الفوز بالانديه دول. نتكلم النادي الاهلي ونادي الزمالك والاتحاد السكندري ونادي الجزيره، المنافسه شرسه ما بينهم، وده اكيد بيوفر لينا متعه كبيره خصوصا مع وصول المنافسات فيها للبست اوف 5. فبعد بدل ما كنا ممكن نشوف مباراتين كحد ادنى من المباريات، اقل حاجه هنشوف في ثلاث مباريات، الا بقى كمان لو كان في نديه بشكل اكبر ممكن ان احنا نكون بنتابع خمس لقاءات علشان نعرف مين اللي هيكون بيتاهل الى الادوار المقبله. خلونا برضو نشوف في التقرير ده ايه اللي حصل بعد المباراه الاولى ما بين الزمالك والاتحاد السكندري، ونرجع بعدها نكمل بقيه اخبارنا. هو المباراة مرت بمراحل، يعني المرحلة الكوارتر الأولاني كانت فرقة الزمالك كويسة قوي وأدائها كان هايل، وإحنا كنا بعاد جدا في الكوارتر الأولاني. الكوارتر الثاني بدأنا نبقى قريبين شوية من فوق زي ما بيقول، وطلع الهاف تايم متعادلين. في الثالث والرابع بصراحة إحنا يعني كان أدائنا ولادنا أدائهم كان أقوى، يمكن أقوى بدنيا، يمكن كمان كان أقوى بدنيا في الضغط وفي الدفاعات، فده يمكن اللي حسم المباراة في الآخر بالسكور ده. يعني كل مباراة وليها ظروفها، يعني ما احنا المباراة الثانية على أرض نادي الزمالك هتمر بمراحل زي المباراة دي، هي مرت كده، لكن اوعى تفتكر إن المباراة دي مقياس لأي حاجة، ممكن جدا لو احنا تهاوننا الزمالك يكسبنا هناك في المباراة الثانية عادي جدا. يعني كل المباريات الأربع فرق عاليين، يعني قريبين، كل ماتش منهم هيبقى مشكلة، الفرقة اللي هتتهاون دفاعيا هتخسر. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحب الاول اقول يعني مبروك لجمهور اسكندريه، مبروك لجمهور الاتحاد. بدانا ماتش متاخر شويه، دخلنا في الجيم متاخر، بس قدرنا نرجع عوضنا، كسبنا فرق سكور مهم جدا. اول ماتش ده اللي اختطفه بيفرق كتير قوي، احنا بنلعب سيريز خمس ماتشات تفرق معانا جدا، ولسه عندنا ماتش، لسه ده اول شوط يعتبر، لسه عندنا ماتش ثاني في الزمالك ربنا يوفقنا ان شاء الله. عندنا تمرين بكره، تمرين خفيف، بعد كده السبت ان شاء الله هتمرن ونسافر، وماتش يوم الاحد باذن الله. نستكمل بقية أخبارنا ونرجع مرة تانية للكورونا. وبسبب الفيروس ده واللي بيجتاح العالم بشكل كبير، أعلنت وزارة الشباب والرياضة في لبنان تعليق النشاط الرياضي في كل الألعاب لغاية نهاية مارس الحالي بسبب الكورونا، طبعا متخوفين من انتشار المرض بشكل أكبر من كده، وإن قرار وقف النشاط إجراء احترازي لحماية جميع المتواجدين في المنظومة الرياضية. وزارة الرياضة اللبنانية طلبت من الاتحاد اختارها بالبعثات اللي هتشارك في بطولات خارجية علشان تتخذ الإجراءات المناسبة قبل السفر. في بلاد منتشر عندها الفيروس بشكل كبير، فالإجراءات أكيد تعسفية بشكل أكبر بالنسبة للمواطنين وبالنسبة على كل الأصعدة بقى الرياضية والاجتماعية. ده أكيد في دول فيها انتشار بشكل أكبر. لو في بقى دول تانية ممكن تكون بتاخد إجراءات احترازية بشكل أكبر علشان تتفادى انتشار المرض، وده اللي شايفينه بقى بيحصل في معظم الدول في التوقيت الحالي، وخصوصا مع تركيزنا مع الرياضة، فشايفين قد إيه إزاي في إيفنتس وبطولات كتيرة جدا بيتم تأجيلها أو إلغائها لحد لما نشوف ازاي ممكن طبيا يتم السيطره على فيروس كورونا الرخم اللي مضايقنا الصراحه ومبوظ كده حتى السفر. ناس كتير كانت مستنيه يعني الصيف على ست السفر، بس حتى بقى في اجراءات تعسفيه في كل المطارات بتاذي اللعيبه وبتاذي الناس حتى اللي عايزه تكون بتسافر بشكل سياحي. فهنشوف ان شاء الله تكون اخره فيروس كورونا تكون سريعه. عندنا بقى من مصر في التايكوندو، قرر الاتحاد برئاسة عمرو سليم تأجيل بطولة مصر الدولية للتايكوندو واللي كان مفروض تتلعب من 25 ولحد يوم 29 مارس الحالي، وده بسبب التخوفات من مرض كورونا، لأن في مشاركين من إيطاليا واليابان ودول تانية، والتخوفات من حضور البعثات لمصر ومنع دخول البعض في حالة تأكيد إصابة اللاعبين أو أي حد من البعثات اللي هتكون بتحضر بفيروس كورونا. الاتحاد الدولي للتايكوندو أرسل تعميم لجميع الاتحادات الأهلية بيفضل في تأجيل البطولات في الفترة الحالية والابتعاد عن المخاطر والتجمعات، وأرسل في التعميم توصيات بأن الاجتماعات الدولية ممكن تتم بالفيديو كونفرنس في ظل إجراءات السفر الحالية في معظم دول العالم. عندنا أربع لاعبين الحمد لله تأهلوا إلى
طوكيو 2020 في منافسات التايكواندو، سيف عيسى، هدايه ملاك، عبد الرحمن وائل، ونور حسين. نتكلم من ثلاثه من اللاعبين دولت من نادي الصيد. نادي الصيد صدر لاعبين كتير جدا في رياضات مختلفه، ولكن كمان بقى على صعيد الانجاز في التاهل الى طوكيو 2020، فواضح ان نادي الصيد عنده اليد العليا من ابطاله اللي قدر ان هو يكون بيأهلهم بشكل جيد جدا للمنافسه على الصعيد الافريقي، ومن ثم التاهل الى طوكيو 2020. خلونا نشوف تكريم ابطال التايكوندو في نادي الصيد ونرجع نكمل بقيه اخبارنا. احنا لسه مخلصين التصفيات، ولسه يعني لسه هنعرف البلان وكده اللي احنا هنتمرن قوي كده. لسه احنا ان شاء الله هنبتدي من يوم السبت. المنتخب ليه دور جامد، كان عندنا معسكر في المكسيك، وبس عملنا اعداد جامد عشان التأهيل ده، والحمد لله الحمد لله رب العالمين. طبعا صعود الاولمبياد حلم لاي حد، الحمد لله ربنا كرمني وتأهلت الاولمبياد، وان شاء الله يعني الفتره الجايه ربنا يكرمنا ونحقق حاجه ان شاء الله كمان في الاولمبياد تفرح المصريين يا رب ان شاء الله. الاستعدادات المفروض ان شاء الله احنا نقعد مع المدير الفني المكسيكي والمدربين المصريين كابتن محمد مجدي وكابتن اسامه السيد، نقعد معاهم ان شاء الله النهارده او بكره بالكتير، نبدا هيبتدي يحط الخطه ونحط الاستعدادات ان شاء الله اللي المفروض نعملها الفتره اللي جايه. ومفروض المعسكر التدريبي هيبتدي من اول يوم السبت، هنبتدي نعرف بقى بالظبط كل حاجه هنعملها لحد الاولمبياد ان شاء الله. دور المنتخب المفروض هو كل حاجه، يعني هو الاتحاد المصري التايكوندو هو المفروض بيتكلف كل حاجه ليها علاقه بالاعداداتنا كل حاجه. فربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه، ويعني الاتحاد دايما معانا ويكون معانا ان شاء الله في الفتره الجايه ويدعمنا بحيث ان احنا نقدر نحقق حاجه لمصر. دور النادي دايما النادي بيبقى فرحان طبعا بالانجازات اللي بنعملها وبيبقى بيسبورتنا طبعا الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك ان كمان احنا عندنا دلوقتي ثلاثه متاهلين للاولمبياد من نادي الصيد، فدي حاجه كبيره جدا، يعني نادي الصيد بيسبورت جامد قوي لرياضه التايكوندو الحمد لله. الفتره اللي فاتت دي كانت فتره قويه، ويعني الحمد لله احنا الاربعه تاهلنا، واحنا عندنا الحمد لله النهارده تكريم في النادي، في نادي الصيد هنا تكريم لينا كلنا، فانا حابه اشكرهم على التكريم ده، واشكر الاتحاد والوزاره واللجنه الاولمبيه، وطبعا الشركه الراعيه ليا والبنك الاهلي، لان هم ساعدوني اوصل للتاهل، وطبعا المدربين طبعا هم اللي كانوا معايا طول الوقت. وانا الحمد لله اتخرجت يعني، فالحمد لله فضيت للتايكوندو، يعني كنت في كليه فنون جميله ديكور، وكانت الصراحه كليه يعني في الفتره اللي انا كنت فيها كانوا بيساعدوني في الامتحانات وتاجيل المشاريع بتاعتي، فبحب اشكر الكليه بتاعتي جدا طبعا. فالحمد لله ان الفتره دي عدت وخلصت الجامعه، وفضيت بقى للتايكوندو الفتره دي لان هي اصعب، يعني التاهل والاولمبيات المره دي اصعب من قبل كده بس، يعني حياتي بره التايكوندو برده تمرين، يعني ما فيش حاجه يعني قوي، يعني رسم وحاجات كده كان ليها علاقه بالكليه، غير كده يعني كله تايكوندو. بتفرج على ليفربول عشان محمد صلاح يعني هناك، عايزه اروح انبسط ايا كانت النتيجه، مش يعني انا هعمل اقصى حاجه عندي، والنتيجه دي حاجه بيد ربنا، والحمد لله ان انا اصلا رايحه برده يعني المره الثالثه، وان شاء الله يعني هتبقى نتيجه، يا رب يعني النتيجه تبقى احسن من المره اللي فاتت. انجاز كبير ان مصر تتاهل بالفول كوتا، اربع لاعبين كاملين، وده اقصى عدد ممكن دوله تاخده. ده غير كمان ان في اثنين في البارالمبيك لاول مره هيمثلوا مصر في اولمبيات البارالمبيك. باذن الله احنا طبعا شغالين زي ما اجتهدنا وركزنا قبل التصفيات، وجبنا مدرب على كفاءه عاليه جدا، العالم كله بيشهد بيها واشاد بيها في المرحله الاخيره مع المنتخب المصري. كمان احنا مستمرين وبنعمل حاليا تجهيز للخطه اللي احنا هنستمر بيها من الفتره دي لغايه الاولمبياد باذن الله. طبعا حابين نهني الاتحاد المصري للتايكوندو، وحابين نهني ابطالنا الاربعه بالتاهل الى طوكيو 2020، هي دي الانجازات اللي احنا في انتظارها، تاهلوا تمام، ولكن بوجود واحده مثلا زي هدايه ملك اعتقد ان هي مخليه الكل عنده طموح ان احنا مشاركتنا في اولمبيكس طوكيو تبقى من اجل حصد ميداليات، ومش بس من اجل التمثيل المشرف، وده اللي هنفضل نقوله لحد ان شاء الله ما البطوله تقام، ونشوف بعثتنا بتسافر، وبنشوف ان احنا لاعبتنا المصريين بيقفوا على منصات التتويج من اجل بقى الاحتفال بالميداليات، قدروا
يحصدوها، ورب نتمنى ان كل الاتحادات في التوقيت الحالي تكون عارفه اللعيبه اللي تاهلوا محتاجين ايه، ايه افضل شكل لفتره اعداد اللي يقدروا يوفره لهم، ما يبخلوش عليهم لا باموال ولا باهتمام ولا بمكالمات ولا باي حد في الجهاز الفني للمنتخب يكون اي عنصر ضعيف يطوروه، يكون في تدعيم على كل الاصعدة. ده اللي نتمنى ان احنا نشوف في التوقيت الحالي، لان مهم جدا ان نشوف لعبتنا بياخدوا نفس التقدير والاهتمام زي ما بنشوف الرياضات الاخرى في الخارج نفس الاهتمام بيها زي رياضه كره القدم بالظبط. نستكمل بقيه اخبارنا ونروح للاتحاد الدولي للمصارعه واللي حدد بشكل مبدئي اقامه البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبيكس طوكيو في شهر مايو اللي جاي، وده بعد ما كان المفروض تقام خلال الشهر الحالي في المغرب، وده بسبب انتشار برضو فيروس كورونا. فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد المغربي الافريقي اتمسك باقامه البطوله في بلده في ظل رغبه الاتحاد الدولي ان هو ينقلها لدوله تكون خاليه تماما من الكورونا. من جانبه بقى قرر الاتحاد المصارعه المصري برئاسه الاستاذ عصام نوار استمرار معسكر المنتخب المقام في المركز الاولمبي لحين الاستقرار بشكل نهائي على ميعاد اقامه البطوله القاريه، واللي بتمثل طبعا اهميه كبيره جدا كونها مؤهله لاولمبيكس طوكيو 2020. طبعا ما فيش اي داعي ان يتم نقل البطوله لدوله اخرى ما فيهاش كورونا، لان المشكله مش بس ان البلد اللي بتستضيف فيها كورونا ولا لا، المشكله ان انت بيكون بيدخل لك لاعبين وبعثات باجهزه فنيه كامله من دول تانية، انت بتعرفش بقى رحلتهم في المطار قبله مين، ايه اللي حصل، جايين من بلد عامله ازاي، ايه اصلا البيئه اللي هم بيحتكوا بيها. فالمشكله مش بس في البلد المستضيف تكون خاليه من الكورونا ام لا، المشكله في الحاله كلها اللي بتحصل حوالين البطوله، ان يكون في لعيبه بتيجي ولاعيبه بتسافر واحتكاك في مكان مغلق، هي دي المشكله باكملها. فاكيد نقل البطوله مش هو الحل، فتغيير ميعادها ان شاء الله على شهر 5 يكون ميعاد كويس جدا نشوف فيه البطوله بتقام ونشوف فعلا مين اللي هيكون بيتاهل الى طوكيو 2020 من خلال المصارعه. نروح لاخر اخبارنا، التجديف، اول بطوله جمهوريه للتجديف الافتراضي واللي بيكون داخل الصالات واللي اتعملت في المركز الاولمبي في المعادي، وشهدت منافسه كانت كبيره جدا، شارك فيها عدد كبير من الانديه وكمان الاكاديميات وحققت نجاح كبير. كاميرا ملاعب الابطال كانت متواجده هناك. تعالوا نشوف تقرير عن البطولة دي وبعدها نخرج لفاصل علشان نستقبل ضيفنا الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المعنية لإدارة شؤون الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حديث مطول مع ضيفنا النهاردة إن شاء الله يطمنا على مستقبل الكرة الطائرة في عهده، حتى لو قصير أكيد عنده طموحات كبيرة جدا. نشوف التقرير وفاصل وبعدها نرجع مرة تانية، خليكم معنا. بطولة النهاردة دي بطولة الجمهورية التجديف، بيشارك فيها حوالي 600 لاعب على مستوى مصر، ودي من أكبر اللي هي البطولات اللي هي اتعملت في الاندور روينج أو تجديف داخل اللي هي الصالات، وإحنا بنسعى إن إحنا ننشر ده يبقى في جميع أنحاء مصر إن شاء الله، في جميع المراكز الشباب. هنتعاون مع كل الأندية إن إحنا ننشر هذه اللي هي الرياضة، والحمد لله إحنا مقدمين مع وزارة الشباب والرياضة معالي الدكتور أشرف صبحي، عاملين مقدمين بيدنج لاستضافة بطولة العالم إن شاء الله في 21-22، وعاملين ملف كامل متكامل، وربنا يكرم إن شاء الله إن احنا نقدر نحقق هذا لمصر، إن احنا نحطها على الخريطة العالمية والدولية في الرياضة ورياضة اللي هي التأديب. السباق النهاردة اللي هو بطولة الجمهورية ده 2000 متر، و2000 متر بتبقى أكتر واحد بيقطع اللي هو ال2000 متر في أقل زمن هو ده بيحصل على المركز الأول. الأخطاء اللي ممكن ترتكب هنا إن ممكن اللاعب يبدأ التأديف نفسه على الجهاز قبل إشارة البدء، فبالتالي بيبقى بداية عنده خاطئة، بنضطر نوقف ونعيد المسابقة مرة تانية. في حاجة تانية اسمها التتابع ده المفروض إنه كل أربعة بيشتركوا مع بعض، كل واحد فيهم بيعمل 500 متر في وقت معين او عند مسافه معينه بيتم التبديل، لو تم قبلها او بعدها برضه بياخدوا انذار او بنطلع الفريق بره المسابقه. البطوله احنا بنحاول نطبق فيها الكود الدولي فيما يخص القانون الدولي، الاشتراطات اللي حاططها في تنظيم اماكن اللعيبه او اماكن الاجهزه مع الشاشات مع العرض، بنطبق القانون الدولي فيها. بلعب سباحه، بلعب تجديف وطلعت مركز الاول،
2013 2014 اللي نادي خاصه في السباحه، وبلعب تجديف كل يوم لوحدي الحمد لله، عشان انا عندي 22 سنه، انا طالع في جامعه القاهره في كليه اداب قسم تاريخ الفريق الثاني. البطوله فيها مستويات قويه، يعني دايما كنا بننزل ناخد اول تاني، النهارده في مستويات قويه والصراحه التنظيم حلو، يعني تنظيم قوي برضه النهارده. انا الحمد لله النهارده تقريبا متسجل تاني او اول، لسه هتصنف ان شاء الله الاولمبيات الجايه ممكن ابقى موجود فيها بشكل كبير ان شاء الله، يعني حتى لو انا مش موجود طبعا هشجع كل زمايلي لو حد غيري موجود. دي بطوله الجمهوريه، بطوله بتتعمل كل سنه. انا عندي 41 سنه، انا بدات رياضه التهديف وعندي 39 سنه، والحمد لله النهارده بعد سنتين من التمرين المستمر قدرت ان انا اخد بطوله الجمهوريه. انا عايز اشكر الكابتن بتاعي كابتن زيزو، ان هو قدر يوصلنا. الراجل ده يعني قدر يخلي التهديف رياضه شعبيه. رياضه التهديف ما فيش ناس كتيره تعرفها، بس احنا قدرنا ان احنا نخلي مجموعه كبيره. هو اول واحد عمل الايفنت بتاع سباق الارجوميتر، والحمد لله التدريب المستمر. احنا بقالنا فتره اعداد بقالنا تقريبا شهر ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنتدرب ارجوميتر. الحمد لله النهارده قدرت اخد الميداليه الذهبيه، انا فخور بيها جدا، وعايز اقول شكرا 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 لكابتن زيزو. انا البطوله دي الحمد لله حسنت، يعني انا اللي فاتت كانت عندي 52، البطوله دي جبت 37، فبالنسبه لي دي كانت حاجه كويسه جدا ان انا حسنت الرقم عن احسن رقم. انا اصلا كنت منتخب مصر، بس سبت المنتخب عشان الدراسة وكده، وقلت بعد ما خلص إن شاء الله انتظم تاني في المنتخب وارجع الأول تاني. بلعب تأديف من وانا عندي 14 سنة الحمد لله، يعني اللي احنا طلعت أول وكده، وكل ده بفضل كباتن كتيرة كانوا معانا، كابتن محفوظ على رأسهم يعني، وكابتن كريم يعني، وكابتن عمرو كمان، يعني في ناس كتير سابونا وفي ناس كتير كانوا معانا. احنا منتخب بنجهز عشان نبقى تبع المنتخب، لسه بقالناش 3 شهور. المفروض احنا يعني هنخش البطولات دي ومفروض نحط على المنتخب علشان نعمل ارقام كويسه علشان ان شاء الله نخش اولمبياد. هناك فشل ذريع على مستوى الرجال والسيدات في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وإداريا فحدث ولا حرج، فالاتحاد دخل في مشاكل بالجملة أثرت بالطبع على الناحية الفنية، على الرغم من أن لعبة الكرة الطائرة في مصر من أهم وأشهر الألعاب الجماعية منذ أن تم تأسيس الاتحاد اللعبة من أكثر من 70 عاما، ولكن دائما ما تسقط الطائرة المصرية في بحر الإخفاق. حمدي الصافي وأشرف أبو الحسن ومحمد مصلحي وأحمد صلاح صاحب الأرقام القياسية، وعبد الله عبد السلام ورضا هيكل ومحمد عبد المنعم نجوم تألقت واستطعت، ورحلة جديدة في الطائرة المصرية بطلها سامح حمدي، والذي تولى مسؤولية الاتحاد المصري ويفضح صندوقها الأسود كل المتورطين. كرة الطائرة المصرية كنا متعودين بوجود أسامي كتير جدا مع منتخبنا وكمان في المنافسات المحلية، ده اللي كان مخلينا منتظرين أن نشوف سلسلة انتصارات تكون بتستكمل. هل في نقطة ضعف في تسليم الأجيال لبعضها؟ هل في مشكلة في قاعدة الناشئين؟ هل إداريا في مشاكل كتير ممكن لو تم حلها نشوف تطور بيحصل؟ في التوقيت الحالي تم تعيين لجنة لإدارة شؤون الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واكيد توقيت صعب جدا جدا، ولكن ان شاء الله تكون اللجنه باكملها قد هذه المهمه ومسؤوليه كبيره على عاتقها. اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. هيكون بيترأس هذه اللجنه الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المعينه لاداره شؤون الاتحاد المصري للطايره. سعيده جدا بوجود حضرتك يا دكتور، وان شاء الله تكونوا موفقين ان شاء الله. شكرا. طيب حابين نعرف بس في الاول اعضاء اللجنه المعنيه اللي هيكونوا مع حضرتك في المهمه الصعبه دي. في موجود الباشمهندس ايمن غدلان، وفي سامي ابراهيم، كابتن سامي ابراهيم كان من مدربين منتخب مصر قبل كده وهو من نادي الترسانه،
وفي الدكتوره ناديه رشوان من سبورتينج، وهي دكتوره تربيه رياضيه واخده دكتوراه في الفولي، وهي كانت اصلا لعبت منتخب مصر وكانت اصلا دربت منتخب مصر سابقا. وفي المستشار احمد البنا، وفي الكابتن ايهاب عزمي، ودول ناس على الحقيقه على مستوى عالي قوي من الكفاءات ومن الخبرات. طيب اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق وكل التحيه والتقدير ليهم كلهم. حابه اسال حضرتك في البدايه، وانت بتتفرج على كره الطايره وانت بره المنظومه، وانت شايف النتائج وانت شايف الشكل في المنافسات المحليه واخر اخفاق لينا في التصفيات المؤهله للاولمبيكس طوكيو، تقييم حضرتك وانت بره الدايره؟ انا حزين الحقيقه، يعني ما عشان ما اكذبش عليك، يعني كره الطايره كان ممكن تحتل موقع اكتر من كده، لان الحقيقه الجيل اللي موجود دلوقتي جيل ممتاز وفي نجوم كبيره جدا جدا جدا، بس للاسف يعني الصراعات في اتحاد الكره الطايره هي اللي ضيعت النتائج بتاعتنا، واللي هي يعني كانوا ممكن نكون احسن من كده بكتير. طيب ايه القرارات اللي حضرتك كنت في التوقيت الصعب ده بتحس لو كان تم اتخاذها في التوقيت المناسب كانش ده هيكون شكل النتائج؟ انا كان رايي ان لازم اسره الكره الطايره تتحد مع بعضها لمصلحه اللعبه، ويعني يتفانف انهم يعملوا نتائج كويسه لمصلحه اللعبه، مش يكون الصراع بينهم. يعني حضرتك مش معقول يجي مجلس اداره يتحل، يجي مجلس معين وبعدين يمشي، يجي مجلس جديد يتحل، وبعدين تيجي لجنه مؤقته او بمعنى اصح مدير تنفيذي ومدير مالي يمسكوا الاتحاد. المفروض كان يعملوا انتخابات، ما تعملتش انتخابات. تيجي اللجنه الدوليه الاولمبيه تعلن ان لازم تعمل لجنه مؤقته لاداره الاتحاد اللي هو احنا اللجنه بتاعتنا. فطبعا الكلام ده كله لازم يعطل مسيره اي فرقه في العالم. يعني طبعا عدم الاستقرار الاداري اكيد مفيش كلام، يعني بيبوظ والتدريب والاداره. يعني حضرتك بتتشكل مجلس لمجلس لحل المجلس لحل المجلس، طب اللعيبه هتستقر امتى او المنظومه نفسها هتستقر امتى؟ طيب حضرتك كان يعني كان المفروض تتسلم المهام ممكن قبلها بشويه، ولكن اللجنه الماليه هي اللي اخرت بعض الوقت، ممكن تقول لنا الحاله الماليه ايه وضعها مع الاتحاد؟ لا هو حضرتك في ديون سابقه وفي يعني زي نقدر نقول الموقف المالي مش ضعيف قوي ومش واضح قوي، لان ما شاء الله وزاره الرياضه بتساعد. تمام. وبعدين وزاره الرياضه كمان يعني بتدفع الحاجات اللي بتطلب في وقتها وفي لمصلحه اللعبه. فيعني الوضع المالي مش سيء يعني. لا هو كان في موقف طبعا، الحكام كان متاخره مستحقاتهم، بس الحمد لله قدروا يقسطوا المبالغ على ثلاث اقساط، خدوا القسط الاول، ان شاء الله القسط الثاني ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي ده هياخدوه، وكمان شهرين هياخدوه وانتهينا من مشاكل الحكام، عقبال ما ننتهي من بقيه المشاكل ان شاء الله. ايه اكتر مشكله ممكن تكون وحضرتك قاعد كده هي دي اللي على طول بتفكر فيها وحاسس ان هي ليها كده افرع كتير؟ لا هي الحقيقه مش مشكله، الحقيقه احنا جايين، حضرتك لازم تعرفي ان اللجنه المؤقته جايه لمهمه معينه. المهمه المعينه دي ايه؟ ان احنا نحط لائحه جديده، عشان اللائحه دي تفرز مجلس اداره منتخب يكون على مستوى المسؤوليه ويرفع من شأن اللعبة. فطبعا اللائحه دي ده اللي تم اتفاق عليه مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في الاجتماع. ايوه بالظبط، قعدنا معاه والباشمهندس هشام حطب بالظبط كده في رئيس اللجنه الاولمبيه، وهم اتكلموا في الكلام ده. بس اللي انا عايز اقوله احنا كلجنه مؤقته الفتره بتاعتنا مش هتسمح لنا ننهض بالكره الطايره طبعا، بس تسمح لنا نحط قواعد ونحط اسس ومبادئ، لو مشوا عليها ان شاء الله باذن الله تنتظم الامور. واهم من ده كله لازم يكون في الفه وتعاون ما بين افراد اسره الكره الطائره، لان طول ما في خلافات ما بين اسره الكره الطائره عمر الكره الطائره ما هتتعدل. طب ايه اللوائح اللي حضرتك حاسس ان هي بنودها مش منظمه وممكن تكون هي في اولويه تفكيركم علشان تبتدوا ترتبوها بشكل افضل؟ الحقيقه انا قريت اللائحه اللي هم قاعدين اصلا شغالين بيها دلوقتي حاليا، يعني
فيها شوية ديفوهات، فيها شوية أخطاء يعني كويسة، فاحنا إن شاء الله هنصلحها، نصلحها عشان نقدر ننتج ما نفصلش لايحة. علشان يجي مين يجي عضو مجلس إدارة، مين يجي رئيس مجلس إدارة، لا المفروض إن احنا بنعمل اللايحة دي عشان تجيب الأصلح وتجيب الناس اللي يتعاونوا مع بعض، مش يكون أكيد يعني مثلا دايما الاتحاد الكرة الطائرة أو أي اتحاد بيقوم على لجنتين مهمين جدا جدا، لجنة المسابقات ولجنة الحكام، لأن دول هم اللي بيديروا اللعبة. لجنة المسابقات بتحط النظام ولجنة الحكام هي اللي بتحكم، من غير دول ما فيش لعبة. بس أنا شايف إن يعني في أخطاء، في أخطاء، بس إحنا هنحاول نعالجها قدر استطاعتنا. بس إحنا دلوقتي قربنا من نهاية الموسم، دوري وكاس قربنا ننتهي، بس حاجه كويسه انتوا بتشتغلوا حتى على المدى الطويل، ده مش حاجه سيئه خالص. انا طبعا هنحط اسس بالظبط، وهنحط يعني احنا مش هنغير لجان كده بشكل عشوائي، اكيد طبعا احنا هنغير لجان لاسباب. ايه الاسباب دي؟ ان هم هيشتغلوا بالاسلوب اللي احنا عايزين نشتغل بيه، معايير هتبقى في يعني معايير، بمعنى ان احنا عايزين نظهر مثلا بالمسابقه. ازاي نظهر بالمسابقه؟ مش عايزين نعطل مباريات ونزود مباريات ونعمل مباريات لمصلحه ناس لا الكلام ده مش مرفوض. يعني احنا باذن الله كل شغلنا وهمنا ان احنا اللعبه تستقر اداريا وماليا ان شاء الله، لان مفيش اي مصلحه للدكتور ولا كل اللجنه المعينه، لان هم اصلا مش هيكون لهم فرصه للترشح في الانتخابات القادمه، فده بيؤكد ان كل اللي هيتحط في الفتره اللي جايه هيكون من منظور واحد بس، وهو مصلحه الكره الطايره المصريه. في الفتره اللي فاتت حضرتك شايف الاخفاقات مسؤوليه جهه واحده معنيه مثلا الاتحاد او شكل المسابقه، ولا شايف ان هي ممكن تكون مسؤوليه متوزعه على عناصر كتير؟ لا هي متوزعه. اول سبب للاخفاقات اللي بيحصل دي والهزائم اللي احنا بنشوفها دي هي الصراعات ما بين الاشخاص. يعني للاسف يعني لان كان في صراع وما نقدرش ننكر ذلك يعني. وبدليل ذلك ان زي ما قلت لحضرتك مجلس بينحل بيجي مجلس تاني وبعدين يحصل انتخابات بعدين ينحل مجلس وبعدين تيجي مدير تنفيذي ومدير مالي وبعدين تيجي لجنه مؤقته، فالكلام ده كله يعني المسيره بتتعطل، لان كل واحد من اللي انا قلتهم دول له وجهه نظر بيشتغل بيها. فما ينفعش، احنا عايزين وجهه نظر واحده، اسره كره طايره واحده بيشتغلوا لمصلحه لعبه عشان مستوى لعبه يعلى، علشان احنا نقدر نقول احنا ابطال افريقيا ازاي، نوصل لبطولات عالم ازاي، كل الكلام ده وترتيبنا العالمي يبقى شكله ايه، كل الكلام ده يبقى محطوط في المنظور. ما اكذبش عليكي احنا كلجنه ما نقدرش نعمل الكلام ده، لان الوقت بتاعنا ما يسمح لناش ان احنا نعمل ده. انتوا اخركم مع انتهاء بعد انتهاء الدوره الاولمبيه احنا هنعمل انتخابات ان شاء الله. قبلها قبل الكلام احنا حاليا دلوقتي وظيفتنا ان احنا بنعمل اللوائح، وبعدين جنب بقى اللوائح واحنا بنعملها زي ما حضرتك قلتي تنظيم الاتحاد ككل، سواء منظومة إدارية سواء جنب المنظومة الإدارية منظومة الفنية، اللجان كلها لازم يعني تدرس كويس ويمسكها ناس أكفاء بحيث ان هم يقدروا يبقى ما فيش صراعات بينهم. طيب أنا هستأذن حضرتك نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هسألك عن مستوى لاعبتنا، هل البعض بيشير إن في مسؤولية على عدم ظهور مواهب صغيرة في السن تدعم الشكل الكبير اللي احنا عندنا من الخبرات، يكون برضو في أجيال بتسلم أجيال بشكل أكبر في الطائرة؟ شوف حضرتك مع وجهة النظر دي ولا لأ، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا. وان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق برئاسه الدكتور سامح حمدي. دكتور سامح، كنت بسال حضرتك قبل الفاصل عن رؤيتك للتوليفه بتاعه منتخبنا على مدار السنوات اللي فاتت، هل شايف فيها تطور؟ هل شايف وجوه جديده بشكل كافي ويتم تدعيمها عشان نشوف المزيج اللي احنا نفسنا نشوفه في كل المنتخبات والرياضات الجماعيه بتاع كره اليد ده؟ يعني حاسه ممكن قريب، امتى نشوفه قريب اصلا؟ هي الحقيقه انت زي ما انت قلتي، لان الجيل اللي موجود دلوقتي اللي هو الجيل الكبير، جيل خبرات، انا بعتبره جيل ذهبي. يعني عندك احمد صلاح مصنف عالميا طبعا، عبد الله عبد السلام مصنف عالميا، وفي لعيبه تانية على مستوى عالي،
محمد عبد المنعم مثلا من الزمالك راح الاهلي، في الزمالك لعيبه مصنفه. فالموضوع ان الجيل الثاني اللي هو عايز يحل محل الجيل ده هو بيحارب دلوقتي عشان يوصل للمستوى اللي هم وصلوا ليه احمد صلاح وعبد الله وامثال الناس دول. فطبعا دي هتاخد وقت شويه، لان موضوع الاحلال ده لازم يكون ليه سيستم. بس بالظبط، بس بيحصل بشكل تدريجي، بتلاقي حد كده مثلا مبشر فبتبتدي تدي له الفرصه يروح المعسكرات دي يكتسب الخبرات دي، فبيبقى بيبص على اللعيبه دي وهي في الوقت اللي هي ظاهره بشكل جيد يكتسب منهم الخبرات. اعتقد برضو دي مسؤوليه على اللاعبين الكبار ان هم يسلموا الاجيال الجديده. هو طبعا، بس ده حضرتك عايز منظومه يعني عايز اداره ومدربين ولعيبه، الفكر ده يبقى موجود. يبقى طب حضرتك شايف ان الناشئين والشباب عندنا مش جيدين قوي؟ لا، هم كويسين، بس انا شايف ان المدربين عايزين شغل جامد قوي قبل اللعيبه، لان المدربين في الانديه وفي الاتحادات. يعني عشان تختاري مدرب اجنبي ويجي مدرب اجنبي مش كفء، طب يبقى انت خسرتي اكيد. فانت محتاجه دلوقتي يكون المنظومه كده. المدربين ليه؟ علشان هو اللي بيعلم الناشئ المهاره وبيعلمه اللعب الصح. جنب كده اللعيبه دي لها مقاييس. انا ما اقدرش اجيب واحد عنده مثلا 12 سنه من غير ما اعمل له مقاييس، طوله قد ايه، هيطول قد ايه. العلم تقدم بحيث ان تقدري تعرفي كل سن وكل طول هيوصل لطول ايه. واحنا لعبتنا بتعتمد على الطول طبعا، كويس، والمهاره. فانت دلوقتي لو انت عندك المقاييس دي والمدربين بيبص المقاييس دي، احنا بنشوف الانديه عايزين يكسبوا. يعني ايه يكسبوا؟ يعني ممكن في سن معين في مهارات عاليه جدا، يلعب المهارات ويسيب بقى ايه، ما يعلمش بقى الناس الطوال، ما يعلمش الناس اللي هم عندهم يقدر يعمل مهاره ويقدر يخليه عنده يطور كل الامكانيات البدنيه يطور مهارته يطور لعبه. فدي يعني مهمه مدربين بين اداره، لان الاداره برضو هي برضو اللي بتخلي النظام يستقر، خلي المدرب مستقر في شغله، خلي ويقدر الاداره علشان عنده خبرات في الكره الطايره يقدر يختار المدربين الاكفاء. انا شايف ان احنا مدربينا في مصر محتاجين شغل كتير. طيب حضرتك اصلا مع مدرب اجنبي او مدرب مصري ولا مع مدرب جيد ايا كانت الجنسيه؟ لا، انا مع اي مدرب ايا كانت الجنسيه يكون مدرب كفء يقدر يوصل فرقته لمستوى عالي وبرضه يقدر يوصل اللعيبه اللي تحت ايده لمستوى عالي، ودي مش موجوده كتير في مصر. يعني لو حضرتك بصيتي على مصر هتلاقي مدرب او اتنين اللي يقدر يعمل حاجه زي كده. فيبقى مدرب اجنبي، حضرتك مع مدرب اجنبي يتولى القياده الفنيه الفتره اللي احنا فيها دي. انا محتاج مدرب اجنبي لسبب واحد بس، ان لازم يرفع مستوى الجيل اللي هو الناشئ اللي انت كنت بتتكلم عليه من شويه عشان يقدر ياخد فرصته ويقدر عنده الشجاعه انه يلعب لعيبه اللي هي السن اللي طالع اللي هو كان كسبوا رابع عالم دول. لازم يهتم بيهم ويخليهم تيم واحد وتيم ورك واحد يقدر يخليهم يوصلوا اللي هم عايزينه. لان احنا عندنا اللعيبه الكبار، خلي بالك ان احنا وصلنا دلوقتي لسن عالي، احنا اللعيبه الكبار كلهم في بالظبط، عشان كده انا بسال امتى اشوف ناس بتستلم الرايه بالظبط. فزي ما بقول لك كده، هي المنظومه، وبعدين بعد المنظومه دي كمان لازم تبص لحاجه اهم، نظام المسابقات. لازم تعملي نظام مسابقات يفيد الفرق ويطلع اللعيبه دي ازاي. وبعدين الحكام، لازم الحكام دي تكون لها دور في اللعبه قوي جدا. فهي منظومه، يعني منظومه لازم كلها تبقى سيستم واحد وشغالين بطريقه واحده ويكون كلها متعاونه مع بعض. كلمنا حضرتك عن القرار فيما يخص انشاء اكاديميات في محافظات مختلفه تحت اشراف الاتحاد، مدى اهميتها من وجهه نظر حضرتك ان هي تكون بتدعم الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، ان احنا نشوف ناشئين بيظهروا ومواهب بتظهر من محافظات مختلفه، مش بس بنقتصر على الانديه الجماهيريه اللي موجود فيها طايره. هي الحقيقه مش اكاديميات، هي مراكز تدريب مناطق. تمام، يعني اتقسمت الجمهوريه لمناطق، والمناطق دي كل منطقه هيتعمل فيها مركز تدريب. المركز التدريب ده وزاره الرياضه الحقيقه هي القايمه بالامور الماليه بتاعته. هو كان المفروض يعني قبل ما انا امسك يعني
كان في 12 مركز تدريب. بس طبعا الكلام ده عايز متابعة جامدة جدا شديدة. يعني ليه؟ زي ما قلتلك لازم تنتقي اللاعب مواصفاته ايه، المدرب مواصفاته ايه، لازم تكون في لجنة فنية قوية جدا، لجنة فنية عدل. نعم فن وعدل. اه طبعا ما يكونش لها اهواء خالص. ما ده اللي انا قلته في الاول. ان احنا لازم تكون المنظومة كلها ما فيهاش اهواء، فيها الصح ايه والغلط ايه، وغير الصح ايه والغلط ايه، المعايير والمقاييس اللي انت بتختار عليها، بتختاري عليها النشأة ازاي، المدربين ازاي، مدرب كفء يقدر يعلم مهارة. لان لو غير مدرب كفء يعلم مهارة انت ما وصلتش لما وصلت صفر. عندك لاعبين عندهم مهارات ما فهمش زي ما قلت لحضرتك المقاييس بتاعتهم، الطول، الجسم، العضلات، يعني مقاييس اللاعب، في مقاييس كثيرة جدا جدا لازم نقاس بها اللاعبين، وبالتالي تقدر تنهض باللعب. لكن طول ما احنا ماشيين كده يعني مش علمي، فمش هنوصل. بالظبط. يعني تاكيدا على كلام حضرتك، ودايما بنشوف في الكوره بره افضل المدربين واتقلهم وامهرهم هم اللي بيمرنوا الناشئين. احنا عندنا في مصر اللي بيمرن الناشئين ده بيبقى متضايق، حاسس ان هي مهمه اي كلام، مع ان المفروض افضل مدرب هو اللي يكون بيتولى تدريب الناشئ الصغير، علشان هو اللي هيصعد لك في الاخر ماتيريال كويسه تدعم بيها في المستقبل. فتاكيدا على كلام حضرتك بنامل ان شاء الله نشوف الاتحاد في الطايره بيحط افضل مدربين وبيصرف على المدربين مع الناشئين كمان اكتر من اللعيبه اللي اوريدي عندهم معسكرات مع انديتهم وعندهم الخبرات الكافيه ان هم كمان يكونوا بيشتغلوا على نفسهم على صعيد فردي. ده تاكيدا على كلام حضرتك. طيب كره الطايره للسيدات رؤية حضرتك ليها؟ لا ضعيفة جدا. يعني مستوى أقل عن زمان، وبرضو احنا من زمان كنا بنعتمد على برضو يعني أفراد قلائل، ما كناش معتمدين على فرق كاملة يعني. فأمثال مثلا توتو دي جيل لوحده يعني عملت بطولات، أنا بعتبرها عملت بطولات لوحدها سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب. بس هي طبعا أنا يعني زي ما بقول لحضرتك كده التيم بتاع السيدات للأسف يعني عايز زراعية أكتر وعايز شغل أكتر، لأن إزاي تنتقي وإزاي نقدر نقول الظروف المناسبة للاعبات إيه هي، وبرضو المواصفات اللي أنا قلت لحضرتك عليها، لأن إحنا ما عندناش أطوال كتيرة في السيدات خالص. لا إحنا صغننين طبعا في مصر بنات قصيرة. طيب اللجنة بتاعتكو يا دكتور أو في الفترة ديت فيما يخص اللوائح اللي بتقول مين هيقدر يترشح مرة تانية لرئاسة الاتحاد، اللي ترشح سابقا مدى فرصته ان هو يترشح مرة تانية؟ لان اكيد حضرتك على دراية ان ممكن يكون في صراعات كبيرة جدا على الكرسي مرة تانية. طبعا مفيش كلام زي ما حضرتك بتقولي بالظبط كده، بس الصراعات دي هتنحصر بين بعض القمم في كرة الطايرة. فأولا الانتخابات من حق اي حد يرشح نفسه، تمام؟ فيعني ما فيش لو دخل 100 واحد يرشح نفسه اهلا وسهلا يرشحوا نفسه. لكن هي المشكله زي ما بقول لك كده ان ما فيش ناس كتيره بترشح نفسها، لان زي ما قلت لك في قمم في كره الطايره. مش عايز اذكر اسماء علشان ما منافسه منحصره شويه. هي مش منحصره، بالعكس هو في قمم كتيره، وانا متوقع الانتخابات الجايه برضه هتنزل اسماء كبيره يعني. فانا اتمنى ان يكون يتم وفاق ما بين القمم دي عشان مصلحه اللعبه. يعني ينتج مجلس اداره قوي ومتعاون عشان يقدر ينهض باللعب. فدي طبعا صعبه شويه، لكن اتمنى ذلك يعني. عشان كده احنا هنحاول نحط اللوائح اللي هي تقدر تنتج لنا مجلس اداره قوي يقدر يعني يقوم بالمهام اللي هي توصل للعبة لأعلى المستويات. طب اللجنة هيكون لها دور للتعامل مع هذه الصراعات، ولا شايف حضرتك ان الدور بتاعكم هيكون مقتصر على البنود واللوائح اللي انتوا هتعملوها اللي تطلع افضل اشخاص علشان يكونوا بيتولوا المهمة؟ ازاي هتتعاملوا معها؟ لا هي 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 الناحيتين. الناحية الاولى زي ما قلنا اللوائح اللي احنا هنحطها يعني تكون لصالح اللعبة. الناحية التانية ما فيش ما يمنع ان احنا نوفق ونحاول نوفق ما بين القمم اللي موجودة في الكرة الطايرة، الخبرات العالية جدا، عندنا خبرات عالية في الكرة الطايرة. هنشوف مجلس مليان اسامي كويسة. بالظبط. بس مجلس مليان اسماء كبيرة وكويسة
ما تكونش متطحنه مع تطاحن بعض، تكون بتساعد بعض بالظبط. ف ويا ريت يحصل وفاق ما بين اقطاب الكره الطايره الكبار دول عشان ينتج لنا برضو مجلس متعاون كويس عشان ما ينحلش تاني مره تانية. طب هل حضرتك ممكن تتبنى ان انت توفر مناخ طيب ما بين مثلا جبهتين او ما بين اتنين من الاسامي الكبيره في الكره الطايره علشان يكون في كده حاله وفاق ما بينهم ونشوف اتحاد قوي؟ ممكن تعمل حاجه زي دي ولا حضرتك هتكون من الخارج خالص لا. بس تشتغل دي على ما دي بقى تبقاش حياد. لازم احنا لجنه لازم نكون على الحياد. احنا بنعمل لائحه عشان ننفذ لائحه وبنعمل انتخابات عشان تفرز مجلس اداره. لكن يعني اغلب القوم اللي انا بقول لك عليهم دول اصدقاء يعني لو حد سالني بكلمه بنصحه بعمل. في ناس كتيره بتسالني يعني ننزل ما ننزلش مع مين، بس انا بقول رايي، لكن رايي ده مش ملزم، ده يعني نصيحه يعني. طيب ممكن حضرتك برضو تقول لنا الموسم او شكل المنافسه المحليه الى اي مدى حضرتك راضي عنها على مدار مواسم ووصولا للموسم الحالي؟ لا انا غير راضي تماما عن نظام المسابقه. وللاسف يعني احنا ما نقدرش نعمل حاجه، لان زي ما قلت لك احنا وصلنا يمكن ثلاث ارباع المسابقه دلوقتي، ناقص الربع او الثلث الاخير. فما نقدرش نغير نظام المسابقه. احنا خلاص في الدور الثاني في جوله، ما نقدرش نغير كمان حتى الناس اللي قايمين واللي بيعملوا الكلام ده الا في حاله واحده بس، اي اخطاء اي خطا من اي فرد ده بيستبعد فورا. اي حاجات هتتعمل مصالح شخصيه فورا. يعني احنا مش جايين يعني لا نصوف في حسابات ولا نشتغل لمصالح ناس. احنا جايين عشان نصلح لعبه، نصلح لعبه ازاي؟ باللوائح والقوانين، ونصلح برضو اي بني ادم بيخطا في الوظيفه الموكل بيها. لو الكلام مش ماشي مظبوط زي ما هو احنا عايزين طبعا خارج المنظومه على طول. طيب حضرتك بتتكلم عن تصليح علشان اللي جاي ولا هتبصوا على اللي فات؟ لان اللي فات اكيد كان في مشاكل كتير حصلت اداريا وماليا. هل من ضمن الحاجات اللي انتوا مطلوبه منكم تشوفوا ايه اللي حصل في اللي قبل كده من مشاكل ماديه او اداريه، ولا دي حاجه خلاص مش هتبقى ملف كده؟ لا الكلام ده طبعا هننظر فيه، بس زي ما قال الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه والباشمهندس هشام حطب ان احنا غير مسؤولين عن اي شيء قبل استلامنا للاتحاد. احنا استلمنا الاتحاد يوم 4 مارس. احنا مسؤولين، مسؤوليتنا بتبقى بعد 4 مارس. لكن احنا من حقنا نشوف الاخطاء، مش عشان نحاسب، علشان نصلح، عشان مش عشان نحاسب المخطئ. ما نقدرش نحاسب المخطئ يعني خلاص. احنا مش جايين محكمه ولا جايين بتاع، احنا جايين زي ما قلت لك بنعمل لائحه عشان تعمل بس انتخل. على الاقل يا دكتور لو مثلا في حد من الناس اللي انتوا بصيتوا وشفتوا الاخطاء وعرفتوا اسماء بعينها، على الاقل الناس دي يبقى معروف ان هم مش المفترض نشوفهم مره ثانيه في الاتحاد. بالظبط، ما انا قلت لحضرتك احنا احنا معنى كده ان اي بني ادم هيخطا هيبقى يكون بره الاتحاد. احنا عشان كده احنا من ضمن الخطط بتاعتنا ان احنا هنعيد تقييم اللجان اللي موجوده في الاتحاد. كل اللجان. وهنبرضه هنعيد الهيكله الوظيفيه بتاعت الاتحاد. مش هنعيدها يعني هنغيرها، هنشوفها الاول ايه الصالح منها وايه اللي نقدر نغيره منها. يعني ايه اللي نقدر نصلحه هنصلحه، بس انا مش جاي جهه حسابيه او جهه. تمام، بس على الاقل الحساب يكون ان الشخص اللي اخطا وخصوصا لو ماديا او ماليا كان في اخفاقات ماليا او اداريا بره ما نشوفوش بقى تاني يا ريت. ماليا او اداريا تمام يتم التعامل معها. استاذن حضرتك نطلع لاخر فصل واكيد الحديث هيكون بعد هذا الفصل. مشاهدينا ابقوا معنا.